انطلاق سباق التتابع، التتابع المئة متر الأولى وإلى المئة متر الثانية. الجزائر والمغرب، مصر، تونس، سلطنة عمان، من يسلم في البداية في صدارة الترتيب؟ إذن إلى صدارة الترتيب تونس في المقدمة، هناك سلطنة عمان، هناك المغرب أيضا، والملاحقة في هذا السباق أربعة فقط للفوز بهذا السباق. 200 متر الآن و300 متر بعد قليل. إذن من بين تونس والمغرب في صدارة الترتيب؟ 300 متر الآن، المغرب ينتقل إلى الصدارة، هناك ملاحقة أيضا من الجزائر، تونس أيضا، محاولة التجاوز في هذه الأثناء. إذا التجاوز في هذه الأثناء، 300 متر، من سينتقل إلى صدارة الترتيب قبل ال 400 متر الأخيرة؟ إذا إلى صدارة الترتيب تونس في المقدمة، المغرب، الجزائر في الملاحقة، من يفوز؟ المغرب الآن، تونس، الجزائر في المركز الثاني، المغرب، الجزائر، تونس. وال 400 متر الأخيرة ستكون ملتهبة وحارقة بين البطلات. إذا المغرب، تونس، والجزائر المركز الثالث. عمان أيضا في الملاحقة في المركز الرابع. إذا المغرب، تونس، الجزائر الآن تحاول التجاوز إلى المركز الثاني. الجزائر الآن في المركز الثاني، 10 أمتار عن المركز الأول، 150 متر. المغرب، الجزائر، تونس. يلا مريان، يلا مريان، يلا يلا مريان. 100 متر الأخيرة، المغرب، الجزائر، تونس تقترب، المغرب، تونس، الجزائر. اللحظات الأخيرة، من يفوز؟ المغرب، تونس، الجزائر. وسباق المغرب، تونس، والجزائر في المركز، سباق جميل. كثيرة وجذابة. ومباشرة إلى مراسم التتويج. مراسم تتويج الميزات في 1000